باقي السلام عليكم ورحمة الله. مصدق قناة سوف تي في، احنا اليوم كنتوزو بنا واحد يعين تكي لواحد السيدة كانت عايشة يورا زوزيلا مدة 10 سنين كاين واحد الدار بخير، عايشين مع الجيران بخير. فجأة توفى زوزيلا الله يولي برحمة الله. ملي مات زوزيلا بقات السيدة ما عندها اللي يخدم عليها، ما خاطرش السيد ما كان عنده لا سي لي سي لا والو. السيدة دابا تفاجأت بأن مدتها صبر عليهم في 4 شهور الله يجزيه بخير كيف كتقول هي، ودابا الدار بغا الدار ديالو. السيده كطلب الناس المسؤولين الناس المحسنين باش يتعاملوا معايا. تعاودي لنا كيفاش نوقع؟ لا عاودي لنا بالضبط. السلام عليكم اخواني المسلمين خواتي المسلمات، الله يخليكم، معكم اختكم المسلمه اللي كتناديكم وتناشدكم باش تكونوا معايا يكون معكم الله. انا السيد ديالي مات على غفله في شعبان، يعني قبل ما يموت كانت عندنا شهرين ديال الكرا، مات الله يرحمه خلى شهرين في عنق ديال الكرا. كان خدام نهار بنهارو، كاريين، جات الفجعة ديال الكورونا، مول الدار حيد لينا 4000 ريال، كنا كاريين ب 24000 ريال، حيدنا 4000، بقات 20000 ريال الله يجازيه بخير. تقاتلنا مع الوقت كنخلصوه، الحمد لله جات الموت ديال راجلي على غفلة، الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين. دابا أنا مول الدار ما دار غير الخير، درت معاه مورا رمضان مورا عيد الفطر باش غادي نخوي، وخاص الكلمة تكون على قد المسؤولية. دابا أنا بقات لي 4 أيام ما لقيتش الكرا وما لقيتش باش نخلص الكرا، نقدر نلقاه إلا قلبت ودرس وقلبت وجريت وجرت نقدر نلقاه، ولكن ما عنديش مدخول ومريضة، عندي جميع الأمراض الحمد لله، عندي الكوليسترول عندي الكواط عندي الطوس وعندي السكر الحمد لله، ما عطيت الله مرحبا بها. أنا كنطلب غير فين نحط راسي، بغيت غير نعس بغيت غير نرتاح، ورغم ذلك في هذا الامر وهاد الامراض كلها اللي عندي، واقسم بالله العظيم والله شاد عليا الا كنخرج يوميا وكنسول على الخدمه ما كنلقاش البلاصه اللي مشيت لها تيقول لك عندنا الناس، عندنا الناس ديالنا خدامين عندنا، ما كاينش الخدمه. دابا الله يخليكم حاليا دابا راه كنصبن غير شي دراري ساكنين معنا في الدار، كنصب لهم حوايجهم، وراه هاد الناس هادو الله يجازيهم بخير جاو شافوا بعينيهم، كنصبن هذا 600 هذا 800 هذا كل واحد واش كيعطيني، الله يعطيهم الخير، وباغي نعيش بالحلال، باغي نعيش غير بالحلال. الله يخليكم ساعدوني ساعدوني الله يخليكم، عطيت لكم قصر في الجنه، ساعدوني وقفوا معكم، انا كنطلب غير المساعده منكم، ما عنديش من نمشي. رتا فكرت قلت غندير قيطون برا غنبيع حوايجي، تما كنشوف ماشي شي حوايج، تما كنشوف ماشي شي فراش على قد الحال، وكنت غنبيع. درتي ماشي واحد باش يديهم؟ ودرت مع واحد السيد اقسم بالله الا مرتو عندي عيط لي دابا تسمعوا لودنيكم، درت معاه باش غادي يجي يدي جوج سدادر ويدي هذا الموكيت اللي تحت رجليا ودي الحوايج اللي قسم عليه وخلي لي سداري واحد علاش نعس، ولكن هذاك سداري الواحد فين غنديه؟ فين غنمشي؟ العائله قليله، خواتاتي تيقول حدا مع راجل واخدين ولاد الناس، يعني ما كاينش اللي غيجري عليا، ولكن انا ما غنبغيش، انا ما غنبغيش، كنبغي الاحترام النفسي، كنبغي الاستساع مع نسابنا مع رجال خواتاتي، ما نبغيش. اخويا واحد عندي مريض، واحد مات الله يرحمه، ما عنديش غادي يساعدني من غيركم من بعد الله سبحانه وتعالى. الله يخليكم، انا تنطلب غير تساعدوني وتشوفوا من حالي غيكون لكم قصر في الجنه، ما تنطلب شي حاجه خيبه، تنطلب غير ستر الله يستركم، وشكرا لكم ولهاد الناس اللي عندي. الرقم ديال التليفون ديالك؟ عندي سيدي 0 01 06 سمحوا لي 06 51 48 74 55 مينا. الرقم ديالك لاله؟